وسط هذه المدرجات الخضراء يوجد أول مشتل خاص بمحصول الفراولة في مدينة تعز. تم إنشاء هذا المشتل في أعالي جبل صبر، حيث يعد المناخ المعتدل والمائل للبرودة مثالياً لإنتاج الفراولة. ذهبت أبصارنا من باب هذا المشتل باتجاه جمال هذه النبتة العشبية المستديمة الخضرة، والتي يشعر معها المزارع بأنها صديقته المخلصة، حيث تعد الفراولة من محاصيل الفاكهة ذات العائد الكبير للمزارع، والتي تزرع طوال العام. يعتبر مشروع إنتاج الفراولة مشروع مميز وناجح، ومشروع إنتاجي كتجربة فريدة في تعز، فحيث أنه بدأ زراعتها في المناطق الشمالية في مثل ذمار وصنعاء ويريم، والآن تجربة في تعز قاموا بها عدد من الناس، وتعتبر زراعة ناجحة ومثمرة وتغطي السوق المحلي. أما تكاثرها فتبدأ بنباتات صغيرة ثم تكبر ومنها تتكاثر، ليؤخذ هذا الفصيل كنبتة صغيرة توضع في هذا الإناء، وتضاف إليها تربة صناعية غنية بالسماد العضوي لتنمو، وتوضع في مستوعبات أكبر لتكبر إلى أشجار فراولة أخرى. نزرع الفراولة يعني طول السنة، وهي زراعة سهلة، ويعني نبدأ نزرعها كحبة، نبدأ تكاثر، وقت الحصاد كل 4 أيام يتم الحصاد، وثم يتم القطف ونزرع الأسواق المدينة. تتلون الفراولة بعدة ألوان أثناء نضجها، فتبدأ بزهرة بيضاء جميلة، ثم تتحول إلى برعم أخضر اللون، ثم إلى اللون الأبيض، ثم الوردي جزئياً فتحمر لتكون جاهزة للقطف، حيث يتم جني المحصول على دفعات كل 4 أيام، ثم توزع لتباع في الأسواق. لأول مرة نسمع أنه في تعز هنا في مشتل، وتحديداً في منطقة صبر، هذا الخبر يعني يفرح لدينا، رغم أن إحنا نجيب الفراولة من صنعاء من منطقة سنحان، ونجيب السلة تطلع علينا ب25 هناك، ونجيب هنا زيد 25,000 تصل إلى 50,000 مع الإيجار حقها تصل إلى 55,000 ريال. تصنع من ثمار الفراولة العديد من العصائر المنعشة، إلى جانب المربيات اللذيذة والآيس كريم الطبيعي الذي يلقى طلبا كبيرا من الزبائن الذين يقبلون على منتجات الفراولة لما تتميز به من طعم لذيذ، إلى جانب القيم الغذائية المتواجدة فيها، وأهمها تواجد سكر الفركتوز والذي يتناسب مع المصابين بمرض السكري. ولكثرة الإقبال عليها افتتحت العديد من المحلات الخاصة بالفراولة وحصائرها والآيس كريم الطبيعي المصنوع منها. زراعة فتقليم، فتسميد فنضج، لتجنى الثمار وتؤكل طازجة وتباع في الأسواق. عرفت هذه الفاكهة الجميلة بأنها توت الأرض السحري، حيث تتميز بقيمتين غذائية وطبية عاليتين، إلى جانب المزيد من المزايا التي تجعلها وعصائرها تزين العديد من الموائد. لبرنامج صباحكم أجمل، هند المجاهد.